بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صحون الطائرة. فصل في ذكر ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعراج. قال بعض العلماء: الصحيح الذي تقرر من الأحاديث الصحيحة أن العروج كان في المعراج لا على البراق، وتمسك بعضهم ببعض الروايات أنه عليه بلغ السماوات السبع في سبع خطوات، لأنه يضع حافره عند منتهى طرفه. روى ابن السعدي في الطبقات الكبرى أنه كان عليه السلام يسأل ربه أن يريه الجنة والنار، فلما كانت ليلة السبت 17 من رمضان قبل الهجرة 18 شهرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم في بيته، أتاه ميكائيل وجبرائيل فقال: انطلق إلى ما سألت، ما سألت الله. فانطلق به إلى ما بين المقام وزمزم، فأوتي بالمعراج، فإذا هو أحسن شيء منظرا، فعرج به إلى السماوات. الحديث. روى أبو سعيد الخدري حديثا طويلا عن حادثة الإسراء والمعراج، أخذت منه هذا الشطر. بينما أنا نائم عشاء في المسجد الحرام، إذ آتاني آت فأيقظني فاستيقظ، حتى قال صلى الله عليه وسلم: فإذا بداب أدنى شبه بدوابكم هذه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل بإناءين، حتى قال: ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس، فصلى كل واحد منا ركعتين، ثم أتيت بالمعراج، ثم أوتيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم، حتى جبريل صلى ركعتين. سبحان الله. وفي رواية: مرقات من فضة ومرقات من ذهب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، كأنه يصف لنا طبقا طائرا. وذلك قوله تعالى: تركبن طبقا عن طبق. فلم يرى الخلائق أحسن من المعراج. أما رأيت الميت حين يشق بصره طامحا إلى السماء، فإنه ذلك عجبه بالمعراج. قال: فصعدت أنا وجبريل، فإذا أنا بملك يقال له إسماعيل، وهو صاحب السماء الدنيا، إلى آخر الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تواصل الأطباق وتقطع الأرحام، أو كما قال سبحان الله، تواصل، تصبح الأطباق وسيلة للتنقل والتواصل، وتقطع الأرحام، ربما يذهب الناس إلى مجرات بعيدة وهكذا، فلا يرون أباءهم وإخوانهم ولا يتصلون حتى معهم. وقوله تعالى: سقفا من فضة، وسقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. سقفا جمع كلمة سقفة، وليست أسقف جمع السقف، ليس سقف بيت، بل سقفة. والسقفة المراد بها الغطاء التي تغطى بها القدور أو الصحون، والتي مركزها مرتفع وجوانبها منحدرة. هذا هو التفسير القاموسي. سبحان الله. فصل. سورة الانشقاق، الآية 19: لتركبن طبقا عن طبق. الطبق هو الغطاء أو ما يؤكل عليه، وهو البناية كناية عن غرفة وردها وصحن يجمعها سقف واحد ومستوى أرضي واحد. هل هي صحن طائر التي تحمل من تحمله إلى صحن طائر أكبر منه فتدخل فيه؟ والله أعلم. فصل. في السبب الذي صارت الشياطين تقصف بالشهاب والنيازك. قال القرطبي: كان الجن يقعدون مقاعد للسمع لاستماع أخبار السماء، وهم المردة أي الرماديون، الله أعلم، الذين لا شعر على جسدهم من الجن. كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء حتى يلقوها إلى الكهان، فحرصها الله بالشهاب المحرقة. فقالت الجن حينئذ: فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا. وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنهما عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تتحدث في العنان بالأمر يكون في الأرض، فتسمع الشياطين
فتسمع شياطين، فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القروة، فيزيدون معها 100 كذبة، وذلك والله أعلم. فصل. قال ابن كثير في قصص الأنبياء: